أهلا بكم. شهدت العاصمة الأفغانية كابول سلسلة تفجيرات قالت حركة طالبان إنها ناجمة عن ملاحقة أفراد من تنظيم الدولة الذي كان قد أعلن مسؤوليته عن هجمات عدة منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بعد إتمام الانسحاب الأمريكي. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير الذي وقع أمس الأحد بالقرب من مسجد عيدغاه، حيث كان قادة من طالبان يقدمون واجب العزاء بوفاة والدة المتحدث باسم الحركة الملا ذبيح الله مجاهد. ساعات عصيبة عاشها السبعيني قنداغة وعشرون من أفراد أسرته على وقع الرصاص والقنابل في المنزل المجاور. خلية لتنظيم الدولة حوصرت من قبل عناصر طالبان. أعناف الاشتباكات دارت فدمرت طوابق المبنى الثلاثة بشكل كامل قبل أن تنتهي المعركة بتفجير عناصر التنظيم أنفسهم. تقول طالبان ضربة الاشتباكات امتدت حتى بيوت الجيران. حين بدأت الاشتباكات اختبأنا في المنزل وأطفأنا الأنوار، وبعد تبادل إطلاق النار لنصف ساعة حدث انفجار هائل وأصيب ابني وابنتي وبعض من أقاربنا. ليس لدينا أي فكرة عمن كانوا يسكنون في ذلك المنزل. لا يعرف كيف وصل عناصر التنظيم إلى هذا المكان ولا كيف تتبعهم عناصر طالبان. معركة أمنية تدور في الخفاء في هذا الحي على أطراف مدينة كابول، والذي يمتاز بعدد من البيوت الواسعة والفلل. تحصن عناصر تقول طالبان إنهم من تنظيم الدولة. هذا الموضوع يطرح سؤالا، ما إن كان تنظيم الدولة قد وصل عناصره بالفعل إلى مدينة كابول وأنهم سيشكلون تهديدا في الأيام القادمة. أحدث هجمات التنظيم في كابول منذ سيطرة طالبان تثير الفزع. أمام هذا المسجد سقط أكثر من 10 قتلى وأصيب العشرات. تفجير انتحاري رغم حضور كثيف للقوات الأمنية. تحدي جديد أمام سلطة جديدة. في الواقع يحاول تنظيم الدولة تقسيم نفسه في جماعات، لأنهم لو تمركزوا في منطقة واحدة فستتمكن طالبان من استهدافهم. أما في هذه الحالة فستكون طالبان مشغولة في أكثر من مكان، وهم يهدفون إلى تشتيت طالبان. أمام هذه التطورات يبدو تنظيم الدولة أخطر التحديات الأمنية في مواجهة سلطة طالبان في بلاد تمتد على مساحة تزيد على 650,000 كيلومتر مربع، وبين جيران لديهم مصالح متضاربة فيها. سلمان النجار، العربي، كابول. الآن من كابول ينضم إلينا مراسلنا زهر عمرين. مساء الخير زهر. عمليات اليوم هل هي ردة فعل مباشرة على تفجيرات وعمليات حركة أو تنظيم الدولة خلال الأيام الماضية، أم أنه أمر مدبر له منذ قبل منذ مدة؟ أهلا بك بدر. في واقع الحال يعني هذه العمليات لم تتوقف، ربما وتيرتها في مناطق مختلفة من أفغانستان، لكن وصولها إلى كابول هو ما يثير حفيظة حركة طالبان والمراقبين الذين ينظرون إلى قدرة الحركة على ضبط الوضع الأمني بعين الشك. البارحة كانت ليلة يعني صاخبة إن صح التعبير في العاصمة كابول بعد التفجير الذي لحق بمسجد عيدكاه في منطقة محمود خان في وسط العاصمة أثناء أداء المشيعين مراسم التشييع بوالدة ذبيح الله مجاهد. لكن بعدها بساعات دوت هذه الانفجارات الثلاثة. هنالك حديث يدور حول يعني خلية لداعش قامت طالبان بمداهمتها، مما دفع ثلاثة من الانتحاريين إلى تفجير أنفسهم وإحداث هذا الدمار الذي رأيتموه في تقرير الزميل سلمان في المكان المحيط. لكن هنالك أيضا الكثير من التساؤلات تثار حول مدى صحة المعلومات التي تنشرها طالبان حول العمليات الأمنية التي تقوم بها. نحن نتحدث بدر عن اتساع رقعة هذه العمليات والمداهمات والأحداث في جلال أباد، في ننقرهار لم تتوقف مثلا بشكل شبه يومي. هنالك جثث متبادلة بين الطرفين يجدها السكان المحليون. في مناطق أخرى في الولايات الشمالية أيضا هنالك أيضا
عمليات أمنية مستمرة في بروان قبل يومين، لكن في كابول البارحة هنالك الكثير من التشكيك في رواية طالبان. مراقبون يعتقدون أن جبهة جديدة من المقاومة بدأت تتشكل ضد طالبان، ليس جبهة المقاومة فقط التي يقودها أحمد مسعود يعني بقواته الطاجيك ابتداء من وادي بنشير وهو موجود في طاجيكستان، لكن أيضا جبهة مشابهة لتلك التي جمعت أطياف وأعراق وإثنيات مختلفة من المجتمع الأفغاني ومقاتليه ومجاهديه السابقين تحت راية واحدة في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة طالبان، وهو ما يخشى منه على نطاق واسع أن يتحول هذا المشهد إلى مشهد أمني منفلت. بدر، كل شكر لك زاهر عمري مراسل التلفزيون العربي في كابول.